اهلا وسهلا فيكم، معاكم فرح الحميدي، وانا جدا جدا سعيده بتواجدكم معي هنا في قناتي. وايد منكم ادري دائما يشاركني بالكومنتس واللايكس ويكتبوا لي اسئله ويسولفون معي. بعرفكم بالاسم، سعيده لوجودكم معي وسعيده لوجودي معكم في هذا العالم الافتراضي اللي اقدم عن طريقه جميع المعلومات اللي اتعلمها خلال خبرتي هذه الطويله في عالم التصميم الداخلي. رغم ان عندي فوق 400 فيديو مجاني على قناتي على اليوتيوب، دوراتي ومعلومات اللي اقدمها بالدورات اعمق بكثير، واهتميت انه يكون كل تخصص في دوره عشان انتم تشوفون ميولكم وتشوفون شو الاشياء اللي حابين تتعمقون فيها. اي نعم، اذكر بعض الاشياء على قناتي اليوتيوب، ولكن لا تلاحظون قليل ما ادخل بتعمق. يعني ممكن انا اذا عندي دورة الإضاءة لمدة 3 ساعات أتكلم بس عن الإضاءة، أنا يمكن ما عندي إلا فيديو أو نص فيديو على اليوتيوب يتكلم عن الإضاءة. أنا أتكلم عن الألوان ساعة ونص أو ساعتين بس عن الألوان، فنتعمق فيها، ندخل في تفاصيل بكل الدورات وكل المواضيع عشان تستفيدون منها. الحلو إنه بالدورات تكررونها كثر ما تبون وتشوفون المحاور كثر ما تبون وتكون ملككم للأبد، فأنتوا تستثمرون مرة تستفيدون سنين قدام. أتمنى أن دورات تنال على إعجابكم. إذا في أي دورة حابين أني أتطرق لها أو أقدمها، كتبوا لي عنوانها أو محاورها بالكومنت، وأكيد أنا وفريقي رح نتأكد أن نقدم لكم إياها بالمستقبل القريب. طبيعي في مواضيع عامة نحتاج تكون هي المقدمة، نحتاج نبتدي فيها بعض المواضيع وتكون هي النقطة الأولية لأي موضوع أتكلم فيه، وهذا أكيد يكون مكرر وأكيد يكون متواجد سواء كان في قناتي أو عبر قنوات مختلفة ومواضيع مختلفة أو articles ومواقع مختلفة عن التصميم الداخلي. لكن اللي أنا متأكدة منه أن خبرتي تختلف عن خبرة أي مصمم، كل واحد يمتاز بخبرة مختلفة في سنين مختلفة، مشاريع مختلفة، وهذه الخبرة هي اللي أخذت منها المعلومات اللي بلشت أقدم فيها دوراتي. عندي ابتديت في أهم دورة تصميم منزلك المستوى الأول، اللي أعتبرها إيش، تغطي أغلب مواضيع التصميم الداخلي، وأنصح أنكم تبتدون فيها ومنها تدخلون إلى دورات المتخصصة المختلفة. تصميم منزلك المستوى الأول نتطرق فيها عن طريقة التفكير بالتصميم، خلق الفكرة، شلون نخلق الفكرة، شلون نطلع من المرحلة الأولية إن ندري راح يصير عندنا بيت لغاية وقت التنفيذ. ما أدخل بمعلومات التنفيذ عن أكثر إن شلون أنا أجهز نفسي. دورة صمم منزلك المستوى الأول مناسبة لمن؟ مناسبة لأصحاب البيوت، مناسبة للهواة اللي يحبون التصميم الداخلي، ومناسبة للمصممين. ممكن الشخص اللي ياخذ صمم منزلك المستوى الأول يكون للحين حابب يتعامل مع مصمم داخلي، مو غلط، وبالعكس هي تجهزه وتأهله وتعطيه المصطلحات المناسبة إنه يقدر يتكلم مع المصمم الداخلي بطريقة سهلة، يفهم المصمم وهو يفهم المصمم من غير ما تضيع بعض المعلومات بالمس كوميونيكيشن وعدم الفهم بين المصمم والعميل. فدورة تصمم منزلك المستوى الأول وايد من الطلاب اللي خذوها قالوا لي إن المصممين اللي اشتغلوا معاهم قالوا لهم أنتم من أسهل العملاء، لأنه عارف شنو يبي، عارف احتياجه بالضبط، وعارف شلون ينقل هذا الاحتياج للمصمم. دورة تصميم منزلك المستوى الأول عبارة عن 3 ساعات وشيء تقريبا، ومثل ما قلت لكم تشترونها مرة تملكونها للأبد، تشاهدونها بالعدد اللي تبونه، وأكيد فيها شهادة استكمال دورة تقدرون تاخذونها بعد ما تخلصون كل المحاور والفيديوهات. كل دوراتي يكون فيها مرفقات مفيدة، وأنا أعتبر هذه المرفقات عبارة عن كتب وكنز، يعني هي بروحها تسوى تدفعون عليها من غير ما تحضرون الفيديوهات، غنية جدا. تعبنا عليها أنا وفريقي إن نسوي لكم هذه الكتيبات اللي تكون مجانية. مع الدورة الثانية عندنا دورتين، المستوى الثاني صمم منزلك، واحدة لغرف المعيشة وواحدة لغرف النوم، نتكلم عن أهم عناصر هذه المساحات. هاي دورتين منفصلين، أهم العناصر، كيفية توظيفها، شلون نعرف احتياجاتنا بهذه المساحة وشلون نوظفها، وشلون نعرف احتياجاتنا وأكيدة شلون نجملها من ناحية ديكورية. عندي دورة المطابخ تتكلم عن أهم، وأنا أعتبره اليوم من أهم عناصر البيت، شلون أختار المطبخ المناسب، شكل المطبخ المناسب، تشطيبات المطبخ، تفاصيل المطبخ
وكل الأشياء اللي تخص المطبخ. في هذه في دورة المطابخ عبر موقع دورات.com. عندي دورة الإضاءة هي من أقدر أقول أجسم الدورات لأن فيها تفاصيل كثيرة، والإضاءة تلعب دور مهم في تغيير المساحات منه إلى. لما إحنا نفهم شلون نوظف الإضاءة صح أكيد كل شيء ثاني يكون ناجح في مساحاتنا. عندنا دورة الألوان وسيكولوجية الألوان. عبر هذه الدورة راح نفهم نوع الألوان وتأثير الألوان علينا وشلون نختار الألوان الصحيحة للمساحات اللي راح نسكن فيها. راح نتطرق إلى معاني الألوان، تأثير الألوان على نفسياتنا، وطريقة دمج الألوان مع بعض. كثير منكم يصعب عليه شلون أنا أركب لون على لون. هو قانون بسيط، وقت ما واحد يفهم هذا القانون راح يصير عندكم موهبة تركيب الألوان بطريقة سلسة وسهلة. آخر دورة هي دورة الستاير، دورة خفيفة وجدا جدا مريحة وحلوة، لأن أكيد الشبابيك عنصر أساسي في الغرفة، وإذا إحنا ما عالجنا هالشبابيك بطريقة صحيحة ممكن تفشل عندنا المساحة كلها. فنتكلم عن أنواع الستاير، طريقة توظيف الستاير، أنواع الأقمشة اللي تستخدم في هذه الستاير. فهذه أغلب الدورات اللي موجودة. احتمال وقت من نزول هذا الفيديو يكون عندنا دورة أو دورتين زيادة. أنصحكم تدخلون على موقع دورات.com وصفحتي بالذات موجودة في الكومنتس، وطلعوا على هذه الدورات وسجلوا فيها. دائماً يكون عندنا باقات أسعارها جميلة، وأتمنى أني ألتقي فيكم فيه عبر موقع دورات.com، ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة ودورات قادمة. اليوم قناتنا صارت تضم أكبر عدد من الفيديوهات العربية المتخصصة بالتصميم والديكور. فقراتنا متعددة، راح تلاقون معلومات، تصاميم، مقابلات وغيرها العديد من الفقرات اللي تهم المصممين، الهواة، وكل من يبحث عن أفكار لبيته. وعشان نستمر ونقدم المزيد تابعوني وكونوا المشتركين بالقناة لمشاهدة جديدنا أول بأول.